أتواجد الآن من داخل حي النكاسة، هذا الحي أحد الأحياء الستة التي جاء قرار وزارة الداخلية بمنع دخول والخروج من هذه الأحياء ومنع التجول لمدة 24 ساعة. وزارة الصحة ممثلة بصحة مكة المكرمة وضعت داخل هذه الأحياء عيادات ميدانية متنقلة داخل هذه الأحياء لعدم خروج كافة سكان هذا الحي من داخل الحي، للكشف المبكر لكافة سكان هذا الحي ولتوعية سكان هذا الحي من فيروس كورونا المستجد. تفاصيل أكثر زميلي خليل ينضم معي الآن، المتحدث الرسمي بصحة مكة المكرمة الأخ حمد فيحان. حمد، مساء الخير عليك. جهود كبيرة تبذلها وزارة الصحة وصحة مكة المكرمة. الآن نحن متواجدون في حي النكاسة، هذا الحي المعزول الذي يأتي ضمن الست الأحياء. ما هي الخدمات التي تقدمونها أنتم هنا لأهالي حي النكاسة؟ صحيح، أهلا وسهلا أخي وسام وبالسادة مشاهدي قناة الإخبارية. نحن حرصنا حقيقة في وزارة الصحة على أن نكون متواجدين في هذه الأحياء التي فرض عليها ومنع منها التجول، من أجل أن نكون يعني نصل إليهم بتقديمنا للخدمات الصحية والوقائية وكذلك التوعوية. تشاهدون الآن أحد المراكز المؤقتة هنا في هذا الحي، والذي يقدم خدماته على مدار الساعة وطوال 24 ساعة. حقيقة جميع الخدمات التي تتوفر في هذا المركز، وهو أشبه بمركز صحي متكامل ويحوي على كثير من الأدوية اللازمة لخدمة أهالي الحي. طيب حمد، بالنسبة للأحياء الستة الأخرى المعزولة كيف يجري الأمور داخلها؟ حقيقة حرصت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة على تسيير عيادات متنقلة في هذه الأحياء لنفس الدور ونفس الخدمة للأحياء. هناك أيضا شراكة مع عدة جمعيات خيرية هنا في مكة المكرمة، لعل نذكر جمعية شفاء الخيرية وجمعية درهم وقاية وكذلك جمعية زمزم التطوعية. هذه الجمعيات بشراكة مع الشؤون الصحية وبإشراف من الشؤون الصحية تقوم على تشغيل هذه العيادات لخدمة أهالي الأحياء الستة. طيب نبغى نعرف الهدف من إقامة هذه المراكز المتنقلة والعيادات المتنقلة داخل هذه الأحياء الستة. طبعا من ضمن الأهداف أن نكون قريبين من أهالي هذا الحي، إيصال الخدمة في التوقيت الصحيح وفي المكان الصحيح، وأيضا سهولة التواصل مع الأهالي في الحي. أضف لذلك أخي أسامة، هناك فرق جوالة تجوب هذه الأحياء للإطمئنان عليهم، وأيضا عمليات المسح النشط التي شاهدتموها خلال الفترات الماضية. العافية الأخ حمد، شكرا لك، حياكم الله. نعم خليل، وكما ذكرنا بأننا متواجدون في هذا الحي، حي النكاسة، ونذكر بأن هذا الحي هو أحد الأحياء العشوائية التي تقع هنا في مكة المكرمة، والذي يسكنه داخل هذا الحي الجالية البرماوية، ويوجد داخل هذا الحي كثافة سكانية عالية. لذلك جاء قرار وزارة الداخلية بمنع الدخول والخروج من هذا الحي ومنع التجول داخل الحي لمدة 24 ساعة، وأيضا جهود وزارة الصحة بوضع العديد من العيادات المتنقلة داخل كل الأحياء المعزولة هنا في مكة المكرمة. نعم خليل.